مساء الخير إذا سامعني دكتور ليث مبيضين. بالتأكيد هنالك الأجواء أكثر دفء في الدوحة، ترقب أكبر اليوم انطلاق بطولة كأس آسيا. مساء الخير لك أحمد، مساء الخير لجميع مشاهدي قناة الأردن الرياضية وجميع الأردنيين من هنا من الدوحة، لكل عاشق ومحب للأردن وكل مؤازر ومساند ومتابع للمنتخب الوطن من هون. وبدي امسي على مصعب اللحام ضيفك، على فكره كان المفروض انه وياه نروح العمره مع بعض، بس على كل حال راح لحاله. مبروك يا مصعب. الله يبارك فيك استاذ ليث. انت وين؟ بسلم عليك مصعب، بقول لك الله يبارك فيك. احكي لنا انت وين؟ شو الاجواء عندك؟ الهواء معك؟ ما بدي اقاطعك، يلا متعنا. احمد اليوم طبعا احنا واقفين على مدخل اللي هو مدخل المركز الاعلامي ل بطولة كأس آسيا قطر. هنالك إذا تحدثنا نتحدث عن حضور إعلامي مميز، وفود إعلامي من جميع الدول المشاركة في هذه البطولة. هنالك كوادر إعلامية، هنالك تغطية إعلامية، هنالك تركيز إعلامي، أضف إلى ذلك التنظيم الرائع الذي تميزت فيها دائما قطر. قطر استضافت كأس العالم واستضافت من قبل الأسياد واستضافت كأس آسيا، واليوم تستضيف هذه النسخة من كأس آسيا بتنظيم رائع، بصورة جميلة، بأجواء ربيعية هنا في دولة قطر الشقيقة. طبعا أنا إذا بدنا نتحدث اليوم نتحدث عن هذا المدخل، مدخل المركز الإعلامي، وهناك الخمس التمائم، خلينا نحكي هم برمزوا دائما لأربع مناطق في قطر، والتميمة الخامسة هي التميمة التي كانت في كأس آسيا 2011. على كل حال تحضير كبير للافتتاح. اليوم الافتتاح أحمد راح يكون هنالك تحضير، هنالك حضور جماهيري، حضور جماهيري، الكل بيسأل عن هذه البطولة. حتى شوارع قطر تتزين بلوجو وشعارات وأعلام الدول المشاركة في هذه البطولة. إن دل ذلك يدل على الاهتمام الكبير في هذه البطولة، بطولة كأس آسيا، واللي بالفعل اليوم حديث آسيا هذه البطولة، بالحضور، بالجمهور، بالتنظيم، وأيضا بانتظار حفل الافتتاح الذي يتوقع أن يكون دائما كما قدمته قطر، دائما افتتاح جميل. نعم أحمد. ليث، يعني وانت الآن يعني صرت بالصورة أكثر، هذا المنظر العام، واعتدنا على الدوحة مثل هذه الأجواء، مثل هذا التنظيم. اليوم مباراة قطر ولبنان، بالتأكيد راح نرصدها إن شاء الله بالصوت والصورة بمتابعة بكاميرات قناة الأردن الرياضية. بنروح الآن للمحور اللي بهمنا، محور المنتخب الوطني. أنتم بالأمس زرتوا التمرين، في تقرير راح نعرضه بعد قليل. بدي تحكي لي أنت شو لمست لما وصلت للدوحة. بدي نطمن الناس يا ليث، بدي جرعة تفاؤل. منتخبنا أنا دائما اللي بطمن يا أحمد. في اليوم الكبير أنا الكبير اللي بطمن. تفضل أحمد. لن أتحدث فنيا، لن أتحدث بالأمور البدنية، لكن لمسنا شيء يمكن مميز. قد يكون بعض الضغط اللي مورس على لاعبي المنتخب الوطني وعلى الجهاز الفني انعكس إيجابي، وهذه النقطة اللي لازم نحكي فيها مع مختصين، لأنه شاهدنا هنالك روح معنوية عالية جدا أحمد في خلال التمرين، الالتزام، الحديث، الأجواء الحبية والتعاون بكل شيء ما بين لاعبي المنتخب، ما بين الجهاز الفني. شاهدنا هذه الروح المعنوية العالية أو الانعكاس الإيجابي. فبعض اللاعبين يتحدثوا بأنه سنقدم صورة جديدة، سنقدم ما كنا معتادين عليه بكأس آسيا بالنسخ الماضية. ونحن نعلم أحمد أنه دائما الأردن يكون بحال ليس بالحال الجيد، وعندما يدخل كأس آسيا نجده يتأهل، نجده يقدم مباريات كبيرة أمام فرق كبيرة. فتذكر معي بال 2019 عندما كان الأردن لم يقدم شيء بالمباريات قبل كأس آسيا وهزم أستراليا بطلة آسيا. فاليوم هذه الصورة المعنوية ما تجدها بنفوس لاعبينا، لاعبي المنتخب الوطني، يتحدث بصريح العبارة، سنقدم شيء ستتفاجؤون به، سنقدم شيء كبير، سنتأهل
سنقدم الأداء، سنقدم النتيجة. فنياً بدنياً لا يمكن الحكم صحيح. أو نتحدث عن أنه هل يستطيع أو لا يستطيع، لكن إذا تحدثنا معنوياً فالمعنويات عالية، بل عالية جداً، وهذا اللي بهمنا إحنا، أن يكون هنالك دائماً المعنوية مرتفعة. طيب. ويكون ليه؟ في أجواء ليه؟ حبية ليه؟ رائعة في المنتخب. جميل جداً كلام، يعني قاعدين بنرفع بالإيقاع وقاعدين صرنا نستنى يوم الاثنين أكثر. دكتور مصعب اللحام قاعد بتحدث عن أهمية الجماهير، وإحنا بنعرف ما شاء الله قطر من أكثر الدول اللي فيها جالية أردنية كبيرة جدا وجالية عربية بالتأكيد تنجح مثل هذه البطولات. مصعب بأكد على أنه دور الجماهير ممكن يكون مهم في 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 مثل هذه المباريات وخصوصا مباراة الافتتاح. صحيح أحمد، الحضور الجماهيري مهم جدا في مثل هذه البطولات، خصوصا البطولات المغلقة واللي تتميز بالوقت القصير، فالحضور الجماهيري هام جدا. اليوم المنتخب الوطني أو الجاليات الأردنية في قطر وحتى في الخليج، شاهدت يوم أمس كان هنالك تجمع للجالية الأردنية، كان هنالك تجمع للمشجعين، كان هنالك تنظيم، كان هنالك عمل، كان هنالك تخطيط لمباريات ماليزيا وكوريا وأيضا البحرين. فوجود الجماهير مهم جدا لدعم المنتخب. حتى هنالك دائما اللي ما بحضر التجمعات يكون هنالك، بيكون دائما اتصالات بحث عن تذاكر. اليوم التذاكر للجالية الأردنية، وهذا نداء من قدمه من خلال المجلة الرياضية، اليوم التذاكر الكل يبحث عن تذاكر للجالية الأردنية. لا نعلم السبب ما هو، أين هي التذاكر، لا نعلم شيء، لكن هنالك اللي منشاهده نجده بيحكي احكوا معنا بالنسبة لمشكلة التذاكر. لا نعلم التذاكر، هل الموقع اللي تم الإعلان عنه لبيع التذاكر، هل هنالك شيء، لا نعلم شيء، لكن الكل يبحث عن تذاكره. احنا اللي بهمنا انه الكل بيبحث عن تذاكر، يعني انه الكل حاب يتابع ويشجع ويكون موجود مع المنتخب الوطني في مبارياته. هنالك ايضا حضور جماهيري من عمان، هنالك رابطه المشجعين الاردنيين الموجودين. جميل. ان شاء الله راح يكونوا ايضا معنا في لقاءات قادمه. هنالك ايضا حضور بعض الحضور الرسمي اللي بدأ يتواجد لمتابعة مباريات المنتخب. وأنا كلنا نعلم كيف تسير الفكر الكروي وكيف تسير حال البطولات، هو مجرد أول فوز ستجد الجماهير ازدادت، الفوز الثاني ستجد الجماهير ازدادت، الفوز الثالث ستجد الدوحة مليئة بالأردني، لأنه كل الأردنيين يعشقون المنتخب الوطني ويعشقون كرة القدم. هنالك حضور جماهيري أردني، هنالك حضور جماهيري أردني من الجالية الأردنية في قطر وأيضا من الدول الخليجية، وأيضا هنالك أعداد بدأت تتوافد. جميل. نعم. من عمان. نعم. من الأردن. نعم. ليث أنا مبسوط بحديثك، بس يعني بتعرف البرنامج له أحكامه، يعني بدنا في كثير فقرات. حديثك طيب و ننتظر المزيد منك من المجموعة اللي معك، قلوبنا معاكم مع المنتخب لحظة بلحظة. وشكرا للدكتور ليث مبيضين هنالك من الدوحة على هذا الحديث الطيب من قلب العاصمة. شكرا لك أحمد، وبدي أشكر الشباب اللي معي. بس أشكر أحمد. تفضل. محمد نيبات ومحمد صالح وياسر وأيضا محمد العمر، شكرا أحمد. وإحنا بنشكرهم كمان ونقولهم إن شاء الله عمل موفق ومسيرة طيبة. طيب.